ان التوبيك بتاعتنا يعني ايفر جرين كده، فاحنا بنتكلم حتى لو حد دخل في النص مش هيفوتوا اي حاجه. هاي تو ايفري ون، لكل 30 اللي معانا، مبسوطين قوي ان انتوا دخلتوا على زوم اون تايم. اي هوب ان كل الناس اللي معانا شافت الحلقه الثانيه اللي هي 6 هيومن نيدز. هو مش كويز ولا حاجه، بس انا عايزه اعرف بجد كلكم شفتوها ولا لا. فاللي شافها بليز اكتبوا يس 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 عشان نبقى فاهمين مين شاف ومين ما شافش قبل ما نبتدي نتكلم على التفاصيل. سو مين شاف الحلقه الثانيه؟ علشان اشرحي لهم، اشرحي لهم يا ايتن الكونسبت اللي هو احنا بنشوف الحلقه بنبتدي نتعلم حاجات جديده بنبراكتس، نيجي نحضر اللايف بقى question اللي حصل، نشير ال understanding والapplication. فهي مش هنعيد نفسنا تاني ونتكلم على six human needs. المفروض النهاردة interactive based بالزبط. on اللي هم شافوه في الحلقة already، مش كده ولا ايه محمد؟ بالزبط مزبوط. So briefly briefly هي احنا سو برنامج زي نفهم بعض اكتر هيبقى every 2-3 weeks بينزل. اول حلقه كانت introduction، ثاني حلقه دخلنا معاكم في صميم الموضوع على طول، اتكلمنا على six human needs. انا ومحمد ادينا شويه examples من حياتنا، واحنا مش هنخش في تفاصيل six human needs but I can just mention them briefly عشان احنا بنتكلم نبقى عارفينهم. هما certainty, uncertainty, love and connection, significance, contribution and growth. انا عارفه اني بتكلم بسرعه بس I'm refreshing الميموري بتاعت كل الناس اللي ما شافتش الحلقه، اللي سوري الناس اللي شافت الحلقه. الناس اللي ما شافتهاش I hope ان انتوا you will be able to pick up كده ايه اللي بيحصل معانا. احنا بنتكلم على الاحتياجات السته الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده في كل علاقاتكم مع زوجكم، زوجتكم، صاحبتكم، عمتكم، whoever، مش بس راجل وست بس. فا اوكي في شويه في وكمان بالظبط علاقات. يعني احنا لما نيجي نبص على corporate world هتلاقيهم بيتحركوا في السته دول. Whenever there is low turnover من الموظفين في البيج كوربوريشن هتلاقيهم بيشتغلوا على meeting the six needs دول عند الموظفين. They just like they know very well ايه strength بتاعتهم وبيحطوهم في منطقه strength بتاعتهم. So they know they have certainty in what they do. بيبقوا عندهم uncertainty، مش معناها شك. Uncertainty is the excitement of the newness of experiences. فالprojects بتتغير على طول. عندهم love and connection، خلقين لهم الجوجل community، Microsoft community. فthey have that community بتبقى بينهم. They have significance because عشان حطينهم في حاجة هم بيفهموا فيها ففي results. So they know that they matter. They know that بيعملوا impact. And then بيبقى في contribution، خلقين لهم المجالات اللي هو they give back سواء to the team or to the community. وبيبصوا كده خمس سنين، سنة، اتنين، تلاتة، بيشوف ان البني آدم انا اتطورت، انا كبرت. فده السبب اللي بيخلي الناس دي قاعدة في الوظائف دي و caring so much about their deliverables وال KPIs بتاعتهم، ان هم they maintain their job and they grow in their job because their six human needs are met. Six human needs دي برضو موجودة في علاقاتنا الشخصية، وأي action هتميت ثلاثة أو أكتر هتبقى almost addictive in a good way. بمعنى ان انا عايزة اكمل في الـ في الـ في البيهيفير ده لانه بيديني 1 2 3 او اكتر. اتفقنا؟ نبي احنا بنتكلم عن ناحيتين الادكتيف، طريقه كويسه وطريقه وحشه، صح؟ لا احنا برضو بنتكلم على، انا دلوقتي بتكلم على وانا ساي ان اي ثلاثه من دول، يعني انا بتكلم دلوقتي في الناحيه الكويسه not as in bad addiction. يعني انا مثلا هقول لكم incident حصلت امبارح. انا كنت بقى يا اولاد صلوا بينا على النبي معزومه على العشاء. جيت لقيت من التليفونات مسجات من جاره ليا في البيت تحت بتقول لي نيفين هو ايه اللي بيحصل فوقك؟ قلت لها انا لسه جاي ما شفتش حاجه. فشويتين وسمعت بقى صريخ ورزع وضرب وهقتلك وحاجات كده هستيريه فوقي. هيا بنات هنعمل ايه؟ نكلم البوليس. كلمنا البوليس، البنت البوليس جه، فجارتي قالت لي افتحي الباب وشاوري لهم على الشقه عشان تبقي انت كمان شاهد ان مش الموضوع احنا بس. ماشي يا ستي. فتحت الباب وانا هدخل انا ما شفتش حاجه. دخلت
فوجئنا ان البنت قالت للبوليس ان مفيش حاجه بتحصل وهي كانت بتتنفض فوق. تمام، بوليس ماشي، احنا كملنا مجلس اداره العماره، الثلاث بنات اللي في العماره لا احنا مش هنسكت، طب هي مش متضايقه، طب احنا متضايقين، يلا بقى هاتوا لنا صاحب الشقه اللي هي البنت مأجره منه، الولد يعني صاحبها مش عايش في الشقه فوق. فكلمنا وطلعنا ثلاثة من الأمن العتاولة والبواب بتاعنا وجرجروا الواد من قفاه خرجوه بره. ابتدت واحدة من الجيران تكلمني، نيفين الراجل اهو مشي وبيتخانق وبيزعق مع الناس تحت وهي فوق. قلت لها لا هي مش فوق، قالت ليش عرفك؟ قلت لها لأن الكلب بتاعها بيعيط، الكلب ده ما بيعيطش إلا لو كان لوحده في البيت. ففعلا اكتشفنا انها كانت عند اول ما الولد سحبوه جريت ونزلت عند جار من جاره من جيراننا في العماره. فجت بعد كده بقى بتعتذر لي وبتاع وبتشكرنا ان انا كنت حاسه ان انا كنت فاهمه ان انا لوحدي بس طلع ان في ناس اذكار ومش عارف شويه كلام كده لذيذ. فواحده من الجيران قالت لي، هي قالت خلاص مش هت ترجع له تاني. قلت لها اولا ده مش حقيقي، واهم من ان انا اعرف هي ليه مش هترجع له لازم اعرف هي ليه كانت في داينامكس زي ده، لانها لو ما عرفتش هترجع للداينامكس ده تاني. واللي بيخليها لو نيجي بقى نبص من ناحيه الوحشه اللي انت بتدور عليها يا محمد، ليه العلاقه دي مستمره؟ تعالوا بقى نشوف هي محققه لها ايه. One certainty، هي عارفة الخناقات أولها فين وآخرها فين، متعود عليها، she's familiar with the dynamics of the fight. نمرة اتنين uncertainty، كل مرة خناقة جديدة excitement. تمام، love and connection، بيبقوا confusing اللي بيحصل ده بالconnection اللي بينهم. وsignificance الله أعلم، بس عندي ثلاثة واضحين من غير ما أعرف تفاصيل. الكلب قلت لها ان انا في شغلي بعرف ساعات كتير البيهيفير بتاع البني ادمين من الباتس بتاعته. الكلب ده ما كانش بيفتح بقه طول ما الطحن ده شغال، يعني مش خايف ومتعود على الهبل ده، بس اول ما قعد في الشقه لوحده عيط، وده اللي البنت بتعمله في العلاقه. She cannot be alone. Fear of being alone, fear of rejection, insecurities, not كده taking care of herself. ففي مليون ألف حاجة، فأدي عندنا ثلاثة needs met in a negative way في علاقة مخليها مستمر. دي حاجة مهمة جدا، والكلب هو اللي فقسه. الكلب صعب عليها أكتر حاجة في العالم أصلا. ونيفين بتقول، الكلب بيقول كتير، بيقول على علاقة. لسه كنت بقوله محمد من دقيقتين، بقوله نزل الكلب قاعد يلحس في رجلي، قلت what does that say about me دلوقتي حالا. دوري بقى خليني اشوف الكلب بتاعك، هكتشف كل حاجة. لا بس هم قوي مني بنعرف نحب برضو كلاين تانية. الحياة بتاعتها كانت مس. تمام، الكلب كان من يوم ما جه عندهم بينج و يعني بوبس في كل حتة في البيت، و فشلوا فشل ذريع ان هم يعملوا حاجه معايا. اول ما الكلاينت ابتدت الحياه تنتظم، الكلب بطل. He was mirroring the client. بيحسوا قوي، مش ممكن. Mirroring the behavior. Bottom line. فنيجي هنا اهو، ده ما عيطش والزق الرزع ده بقول لك ضربه ببان بتترزع وحاجات بتقع وفرنتشر بتقع وهقتلك ومش عارفه مين، كل الرعب ده احنا في ثلاث ادوار تحتهم، انا اللي تحتهم على طول، بس شقتين كمان دورين تحت سامعين وخايفين. الكلب في وسط الكلام ده كله مش قلقان، متعود على ده، بس انه يقعد لوحده عيط، ما عيطش من اللي هم بيعملوه. زي ما هي بالظبط ما بتقلقش لانها familiar certain about that dynamic. Which tells us ان في ناس كتير بيفضلوا كده قاعدين in مش عايز اقول comfort zone، بس ال abusive relationship somehow بالظبط. هي familiar، اسمها familiar zone يا ايتن، لان هي مش comfortable، هي بس احنا عارفين مداخلها ومخارجها فعارفين نتعامل معاها. قد لي بدلوك يا ما عندي.
انا بس حبيت اضيف ان في الحته يعني في حاجات حلوه جميله ان احنا المفروض نتارجت الحاجات عشان هي بوزيتيف وده الايديال سيناريو ان احنا يبقى عندنا الحاجات دي كلها على بيس الصح. وفي الحته التانيه بتاعت ان احنا زي ما انتوا الاثنين كنتوا بتقولوا ان ساعات الناس بتعمل كده عشان هما غصب عننا بنأتراكت بارتنرز مش صح او اصدقاء بياخدونا فور جرانتد او بيستغلونا او هكذا وهكذا وهكذا. فالنقطه دي فيها حته مهمه قوي بتاعت الفرق ما بين لو انا عندي حد قريب مني وبحاول اشتغل على الحاجات دي and it's a choice ان انا اختار هكمل ولا لا، وفي لو الحته دي في العيله او في حد قريب مننا قوي ازاي ان الست حاجات دول ما يبقوش موجودين واحاول اشتغل عليهم في مرحله الاويرنس بقى بتاعت انا ايه من الحاجات دي عندي وايه مش عندي والنيدز بتاعتها جايه منين. انا هل الموتيف بتاعي ان انا خايف ابقى لوحدي او الناس هتقول عليا كذا او لا انا فعلا انا باتراكت او عايز حد في حياتي يحسسني بالامان يحسسني بالحب وكل الستة بوينتس اللي احنا اتكلمنا عليهم. قلت حاجة مهمة يا محمد ان انا عاوز، وده لسه كنت بتكلم فيها مع كلاينت النهاردة وقالت ان انا دخلت العلاقة دي عشان كنت عايزة احس بالامان اللي انا ما كنتش حساه في حياتي قبل ما اتجوز، اللي مش هنعرف نديه لنفسنا محدش هيديهولنا. ورجعت تو سكوير نمبر 1 في العلاقه، ورجعت تحس بانسكيورتي تاني في العلاقه الجديده اللي هي كانت داخلاها جيفن ان هي هتديها الانسكيورتي اللي مش عندها. فاللي مش هنعرف نديه لنفسنا مش هيعرف حد يديهولنا. عايزه عندي سؤال للناس بس كنت عايزة أشارك بس الناس اللي بيتفرجوا معانا، لو أي حد شاف الحلقة أو أرى، إحنا كتبنا دلوقتي 6 human needs في الشات بوكس لو عايزين تشوفوا، في أي حد بص على 6 human needs دي وطبقهم على علاقة من علاقاته واكتشف revelation كده جديدة ما كانش اكتشفها. I'm curious to know لو حد طبق العلاقات طبق ال steps دي على علاقاته واكتشفته إيه. ف if you can please كده share معانا اكتشفته إيه، وإحنا كده نرجع لسؤال نيفو. اوكي انا كنت عايزه نعم سامعك. انا كنت عايزه اسال محمد. محمد طبعا يعني انسان جميل جدا 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 وانا بحبه جدا وبحترم رحلته يعني وتعبه على نفسه. طبعا احنا النوشن دايما الستات بقى مظلومه والرجاله اولاد ابلسه والحاجات دي كلها، فعايزاك تكلمني شوية على اللي بيحصل في العالم الآخر، وهو ده كانت فكرة البرنامج إن إحنا عايزين نتكلم على العلاقات، مش ستات تقعد تنم على رجالة وتنتف فروة الرجالة ورجالة قاعدين يقولوا عليهم دول الستات فيهم وما فيهمش والكلام ده كله. عايزين نعرف من محمد، من كونه راجل كونه دارس كويس في موضوع السايكولوجي والاويرنس وهاو تو كده dig deep and understand and take your life from يعني direction لدايركشن تانية. فالاول كده really interested اعرف ايه اللي بيجرى والبرسبشن بتاع الرجالة على معظم العلاقات بتاعتهم. طبعا ما فيش تعميم، لكن احنا نقدر نقول اللي بنسمعه العموم ان الرجالة بقى مش عارفة ما بتسمعش وانها كنترولينج وانها ما عرفش مين، يعني احنا الستات بتقوله معروف بيقولوا كتير لان الستات بتتكلم، الرجالة ما بتتكلمش على الملأ زينا. انت ما بتقعدش بقى يعني يا غلبي وكده. فانت بقى عايزك هبتدي بحتة الرجالة. نعم؟ هبتدي بحتة ان الرجالة ما بتتكلمش، دي لوحدها كارثة يعني. البرسبكتيف بتاع الرجالة. الموضوع بسيط جدا. حتة بسيطة اعتقد جاية من الكالتشر بتاعتنا ومن التربية في البيت، ان احنا متعودين في المجتمعات بتاعتنا ان البنات بيتكلموا اكتر بكتير قوي مع امهاتهم، ففي الكونكشن دي موجودة من الاول. Yeah. رجالة على الناحية التانية ما عندناش الحتة دي قوي، أو ما فيش حتة الانتمسي أو القرب من الابن لأبوه أو الجد أو أي father figure في العيلة. وقليل ما بيبقى فيه التعبير الاموشنز بتاع الحب والعطاء والأحضان وكل هذه الحاجات الجميلة. في طبعا ناس كتيرة بتعمل كده ولكن منتشر أكتر في الرجالة إن ده ما بيحصلش قوي. فبقى بالطبيعة البنات عندهم قدرة أكتر على التعبير، بقوا أحسن بكتير من الرجالة في إن هما يوصلوا إن في مشكلة، إن هما يقولوا لو في حاجة مضايقاهم أو في حاجة ناقصاهم، ولكن دي للأسف ما بتبقاش موجودة عند الرجالة بطريقة طبيعية. فعشان كده في حتة الستات دايماً بيفترضوا إن الرجالة منفضين لهم أو متجاهلين أو أيا كان. في رجالة كده طبعاً، ولكن في رجالة كتير جداً ما بتعرفش تعبر
او تشرح هي ايه Beautiful يا محمد. المشكله اللي موجوده. فدي دي حاجه الستات لازم يبقوا مستوعبينها كويس قوي. تاني حاجه الحته بتاعت للاسف الشديد عشان برضو جزء من الثقافه بقت حته التوكسيك ماسكلينيتي او التعبيرات الغلط اللي المفروض تكون ممثله للذكوريه او تعريف الراجل ايه، بتخلي الراجل في قولب كده متخلف متحجر شويه ما فيهوش مرونه في التعامل. فانا مفروض عليا كراجل ان انا ابقى واحد من ثلاثه اربعه. من الحاجات المؤذيه ان انا ابقى راجل شديد او ما يبقاش عندي ايموشنز كتير قوي عشان هيتقال عليا الفاظ كتيره منها ان انا مثلا مش راجل قوي يعني بالظبط كده هي الالفاظ دي. فلا استرجل انشف ايه يا معلم اللي انت فيه ده. الحاجه الثانيه احنا مش المفروض نكسبرس اي نوع من انواع الضعف لانه ده انت مش راجل ولا ايه، ولازم تفضل قدام اهلك قدام مراتك. وللاسف بتبتدي بيبتدوا كده مع بويز، هقول الاولاد هم صغيرين يعني حتى لو عنده طفل عنده 4 5 سنين بتبتدي الحته الفيدنج الفكر دايما هو عنده 4 5 سنين انت وقعت انت هتعيط ولا ايه انت راجل، لا انت راجل. فتبتدي الموضوع تكبر معاك لو انا راجل ما ينفعش احس ما ينفعش اعيط ما ينفع. فتبتدي any sign of emotions معناها ضعف معناها انت مش راجل حتى وانت طفل which goes against nature. فده بيربي حته الاجريشن وال بيبقى فيه كده عند الرجاله غضب للاسف الشديد جاي من هذه المنطقه. الهدف من اللي انا بقوله ده ان احنا اكيد 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 مش بحاول اخلق اعذار للرجاله، بالعكس تماما، بس الستات محتاجه تبقى فاهمه برضه هم الرجاله بيعملوا كده. بالظبط محتاجين نفهم يعني علشان الواحد يفهم اللي بيحصل في الناحيه الثانيه. لازم افهم ايه اللي بيحصل هناك، هو مش مساله عذر انا بس، يا مجرد and it's not الفرق ما بين I accept and I understand. تمام. في فرق ميجر. فاللي انت بتعمله لنا دلوقتي يا محمد دورة ثقافية في فهم الطرف الآخر. بالنيابة عن الرجالة اللي هم قليلين جدا جدا الحقيقة. مفيش أي راجل مفيش أي راجل هنا يا جماعة، مفيش أي في حد حضر في النص راجل. في شوية أسئلة وحاجات كده، أنت بقى متابعة إيه اللي بيجرى في الشات يا عايتن؟ أيوة في ناس بتأجري معنا، هو مفيش سؤال لسه طبعاً، إحنا we're welcoming any questions. لو أي حد عنده سؤال عن الـ 6 needs أو حاجة لها علاقة باللي احنا بنتكلم فيه، في 2 comments جاية. Yes, Naveen said it clearly now. I just realized that I was staying in a past relationship that I was aware that was toxic due to the familiar zone. كلام عن familiar zone in relationships. وكمان في حدا تاني بيقول I'm overqualified في شغلها وبرضه مش بتمشي عشان it's a familiar zone. فده الناس اللي بتبقى في علاقة أو في شغل because it's familiar fear of what's coming. Yeah, fear of the unknown. في بقى حاجة قلتها يا محمد على ال إن لما البني آدم مش بيتعود يتكلم ويexpress ويبقى عنده connection مع الemotions وconnection مع بيفكر في ايه وبيتعلم ازاي يناقش افكاره مش يصدقها وemotion تتخلق وما يعرفش يطلع الemotion دي cannot express، بيحصل anger عند الرجال. ده بشوفه عند الستات كتير في شغل، فهو dynamics واحد بيحكم الكل. ولسه كنت بتفرج على مسلسل كده جديد هنا نازل تركي على نتفليكس اسمه بير باشكادر، مسلسل بيتكلم على العلاقات الإنسانية وبيتكلم على البولاريزيشن اللي حصل في المجتمع التركي من ناحية المحجبات والناس الغير محجبة ورجالة وستات تو إكستريمز المجتمع هنا عايشهم. ومن خلال سايكايتريست بتمشي مع الناس دي الكاركترز في المسلسل، والمسلسل كله بيتكلم على عدم القدرة على التعبير عن النفس واللي بينتج عنه من الأمراض النفسية والأنجر وعدم القدرة على التعامل مع الآخر. فبيحصل في جميع الجنسيات في أني ملهوش علاقة بسكس معين، ست راجل مش هتبقى in touch with her or his emotion and expressive هيتحول إلى anger و exaggerated two sides بتوعهم، لأن إحنا كل واحد فينا عنده الماسكلين والفيمينين energy. لو أنا ما عنديش channeling صح وفهم للاتنين اللي جوايا دول هيتحولوا ل
في حالات لو الماسكلين خدت سرحت شوية زيادة برا المنظومة هتبقى aggression، ولو الفيمينين سايد خرجت زيادة عن اللزوم عن المنظومة هتتحول إلى suppression. فإحنا ولا عايزين aggression ولا إحنا عايزين suppression. ده بيحصل إزاي؟ لما أفهم طبيعة وأهمية الميل والفيميل اللي جواي. أنا محتاجة at certain points the male energy in me عشان أحط boundaries، بس محتاجة الفيميل energy عشان وأنا بحطها ما طيرش رقبة اللي قدامي، أخد بالي على نفسي وأخد بالي على اللي قدامي. إيه رأيك في الكلام ده يا محمد؟ إيه اللي بيجرى بقى في قصة الباوندريز برضو من عند الطرف الآخر؟ كلام جميل جدا. لما الناس بتبص له بالبرسبكتيف ده ان هو انت لازم تحترم الناحيتين والناحيتين موجودين في كل واحد فينا، فلازم تبقى مجمع ان دي موجوده وتحترمها وتاكسبت تماما، عشان ديسميسنج واحده فيهم هيعمل خلل في الكاركتر. يعني الباوندريز اعتقد حته مهمه قوي قوي قوي، جايه من حته اساسيه بتاعت احنا لازم نبقى عارفين احنا نستاهل ايه وما نستاهلش ايه، وايه اللي اكسبتبل واكسبتبل وايه اللي مش اكسبتبل. يعني انا في الفاليوز بتاعتي ان انا رافض تماما ان حد يمد ايده عليا مثلا، دي حاجه ما فيهاش نقاش، فمستحيل اوصل للمرحله دي مع حد، او انا اي ديزيرف ان انا ابقى انسان محترم والناس تتكلم معايا بطريقه كويسه، وهكذا وهكذا وهكذا. اعتقد كل ما الثوابت دي بتبقى موجوده اكتر بنعرف او بيسهل لنا بكتير قوي ان احنا نقدر نحط الباوندريز. والاهم من كل ده ان احنا ازاي نكوميونيكيت اصلا الحاجات دي كلها ثرو بقى مع البارتنرز بتوعنا او صحابنا او ايا كان. عملنا حلقه على الفاليوز ولا لا؟ لا لسه. طب شكرا يا محمد. في سؤال. ايوه سؤال حلو اكشلي. speaking of يعني ال 6 بوينتس اللي احنا نتكلم عليهم، can these 6 points work with the relationship with myself؟ يعني ممكن الواحد يطبق الست احتياجات دول في علاقته مع نفسه، ولا هم بس ينفعوا لعلاقه مع الاخرين؟ والله سؤال جميل جدا، ويعني بفكر فيه وانا بسمعه، واي بليف انه هو لا فعلا valid على اي علاقه حتى مع نفسنا. لان انا لما هعرف نفسي هيبقى عندي ثقه في نفسي وفي certainty، لما هبقى باكسبلور وبدخل اريناز جديده في حياتي هيبقى عندي الاكسايتمنت وبجرب حاجات جديده، لما الكلام ده هيحصل هيبقى عندي يعني الكونكشن مع نفسي، هيبقى عندي اي فيل ذات اي ماتر ان ماي اون لايف، هبتدي اعمل حاجات برايا، والجروث اكيد تطور شخصيتي وعلاقتي. فاي بليف ان هم فعلا دول اللي هيحكموا عملية تطويري أنا الذاتية، إن أنا أشغل الست احتياجات دول مع نفسي. Brilliant question. الـ 6 points أنا كتبهم if you scroll up نوراي، إحنا كتبينهم فوق، just scroll up كده في الشات بوكس هيطلعوا لك كلهم مكتوبين. ونادين I hope we were able to answer your question. في أسئلة كتيرة جاية على المسلسل التركي يا نادين، فنقول يعني انت قلت اسمه بالتركي. انا غلطت ولا ايه يا اولاد؟ انا غلطت ولا ايه؟ عايزين الترجمة. انت قلتي حاجة طبعا يعني تمشي طبعا طبق تركي في مطعم، احنا مش فاهمين انت قلت ايه. انا ما اعرفش بقى هو اسمه كده بير باشكا دير. اوكي مش عارفه اكتبها حتى يعني. بي اي ار. اوكي بي اي ار باشكا بي اي اس اللي تحتيها شرطه اي ما عنديش. بي اي ار باشكا دير. بير باشكا دير مش عارفه. طيب طب استنوا ونفي مفتح لكم نتفليكس واجيب لكم الصوره. عايزين نسمع من الناس، عايزين حد انميوت نفسه كده ويشير ويتكلم معانا. حد عنده قصة يا جماعة عن السكس هيومن نيدز دول ازاي ساعدوه ان هو يفهم علاقته اكتر او يكتشف حاجة عن نفسه؟ the name of the series on Netflix is Ethos. هو ده اسمه بالانجلش؟ والله مش عارف، انا ما عنديش فكرة بقى بالانجلش اسمه Ethos. برافو يا اس. بير منه و اس عارف جابوه. بير باشكادير هو Ethos. اوكي طيب added to the list. بس لو في حد فعلا طبق او ما تتكسفوش على فكره، احنا يعني بصوا مش ناس كتير وكلنا جايين هنا لسبب واحد، احنا نفهم وازاي نقدر نطور من علاقتنا اكتر. فلو اي حد عايز يشير او لو مكسوفين وعايزين تبعتوا ان برايفت اكتبوا، انا مش هقول الاسم. حد كاتب انا ما عنديش اصحاب خالص وانا عندي 23 سنه حاليا
ودايما لوحدي ما بعرفش اختلط بالناس نتيجه ان انا اتخذلت من ناس كتير وما بعرفش اختار الناس الصح في حياتي على اساس ايه وازاي اعمل صحاب صحيين. ده سؤال من احسان. سؤال من احسان. اولا عشان اعرف اعمل علاقات مع الناس لازم ابتدي بعلاقه مع نفسي، لازم ابتدي اعرف افهم روحي، افهم ايه الافكار بتاعتي، ايه البيليفز بتاعتي، ازاي اصحح المفاهيم اللي على نفسي وعلى الناس، ازاي اعرف الفاليوز بتاعتي. لما هعمل العلاقه مع نفسي هعرف اعمل العلاقه مع الناس الثانيه. لو علاقتي بنفسي مش موجوده مش هعرف اكونكت مع الناس. If I cannot connect with myself I cannot connect مع الناس الثانيه. ولو انا عملت كونكشن مع نفسي بشكل خاطئ هعمل كونكشن زي الست اللي كنت بحكي لكم عليها دي، علاقتها بنفسها مش مظبوطه فبتقبل بعلاقات مش مظبوطه. فمربط الفرس هنا ان انا ابتدي رحله اكتشاف الذات. ايه رايك يا محمد؟ الكلام جميل جدا. يعني اعتقد انا شخصيا برفلكت على نفسي برضو ان انا كنت في ريليشن شيبس كتيره او كان حواليا ناس كتير قوي وكان في كميه انجر رهيبه من ان انا هو انا الناس دي بتعاملني كده ليه وانا مش حاسس ان انا قريب قوي، انا مش مستفيد من العلاقات دي، نخرج مع بعض كتير وفي ناس كتير قوي ولكن في الاخر انا متضايق. واعتقد كان جزء كبير من ان انا فعلا زي ما انت كنت بتقولي انا ما كنتش عارف نفسي كويس وما كنتش متسامح او ما عنديش الحته الفاليديشن اللي هي كلمه انا شايف ان انا انسان كويس استاهل كذا 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 وكل الحاجات اللي احنا محتاجين نبقى عارفينها قبل ما نخش في اي ريليشن شيب. وطول ما انا كويس ومتسامح مع نفسي وحاسس ان انا كويس استاهل حاجات كويسه هاتراكت او اوتوماتيكلي هيبقى حواليا الناس دول. لو انا شايف ان انا استاهل اتعاقب او ان انا مش كويس او ان انا ما استاهلش الحاجات دي اوتوماتيكلي هنبقى ميرور بدخل في العلاقات دي بالظبط، انا اتراكت الحاجات اللي احنا شايفينها. في كمان حاجه قلتها يا محمد هنا مهمه جدا 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 وممكن لو تقدر تكلمنا اكتر عليها، قصه الفاليديشن. وانا هبقى اقول رايي كده في الاخر يعني بس بعد ما نسمع راي حضرتك. طبعا رايي الشخصي انه في السلف وورث او قيمتنا مبنيه من ناحيتين، من نفسنا ومن كل العوامل الخارجيه اللي حوالينا، بتختلف من حد للتاني. فالناس اللي عندها اقتناع او شايفين نفسهم بفاليديشن من عندهم اكتر بكتير من اللي بره ما بيتهزوش باللي بيتقال حواليهم قوي، عندهم ثقه في نفسهم اكتر بكتير جدا جدا جدا. وعلى العكس تماما الناحيه الثانيه، الناس اللي ما عندهاش ثقه في نفسها قوي او مش قادرين يفاليديتوا نفسهم من نفسهم بيروحوا ويجوا كتير قوي. فلو حد قال لهم انت النهارده انسان كويس هيبسطوا، لو حد قال لهم انت ايه القرف اللي انت عملته ده هينهاروا او هيخشوا في abusive relationships عشان هم معتمدين على حد يقول لهم انت حلوه انت حياتي انا بحبك وهكذا وهكذا وهكذا. فهي البالانس ما بين انا مدي لنفسي فاليديشن قد ايه مقارنه بالناس، هو ده اللي بيبني كونفيدنس وسيلف. ايه رايك؟ جميل قوي. عندنا في شغلنا بنسمي العلاقه دي اللي هو بين سيلف فاليديشن اند اذر بيبل فاليديشن، بنسميها العلاقه ما بين ذا كيك اند ذا تشيري اون ذا كيك. لازم نظبط العلاقة، أنا الكيك والناس هي التشيري. الناس لو جات الكيك بقى شكلها لذيذ بس الكيك هي كيك، لو الناس ما جاتش الكيك موجودة، بس لو أنا بقيت التشيري والناس هي الكيك، الناس لو ما جاتش الكيك دول هيتحولوا إلى سابوزيتريز، مش هنعد بتعادل شاريز، مش هنعد بيهم حاجة خالص. لازم أبقى ظابطة العلاقة. I am the cake, people are the cherry on top of the cake. لكن ما ينفعش اعكس الفورمولا. مين بقى اللي كمان allow them to speak into our life؟ دول ليهم كرايتيريا. الناس بقى اللي هو كمان لما نسمح ان هم يقولوا رأي ونسمعه، دول ليهم مواصفات خاصة جدا. اول حاجة لازم يكون حد ذات فعلا بيهتم بأمرنا. نمرة اتنين، يكون عالم بالأمر اللي احنا بنتكلم فيه. يعني ما ينفعش واحد ما بيفهمش بيزنس يجي يقول لي أدور شغلي إزاي، حتى لو بيحبني. لو مامتي عمرها ما عملت بيزنس مثلا، لو افترضنا كده، فما ينفعش يجي بتقول لي النبي انتي نعمل ايه وسوي ايه وكلام من ده. بتحبني
وكارينج اباوت مي، بس هي مش فاهمه هي بتتكلم على ايه. فلازم يبقى حد كارينج، لازم يبقى حد اكسبرت في اللي هو بيقوله، لازم يبقى حد ما عندوش اجنده. لان ممكن عملنا حلقه دي لسه ما نزلناهاش بس عملنا الحلقه دي هنزلها لكم بالظبط. ما عندهاش عندوش بقى اجنده، لازم ما يبقاش راديكال اللي هو لو ما سمعتش الكلام او ما خدتش بيه يتقمص. الطريقه المايند سيت دي ما تتضمنش اساسا. وبعد كل ما الحاجات دي تتوجد في البني ادم، رايه كونسلتنت، لان الراي الفاينل انا مش اللي قدامي. فلازم نبقى عاملين الفورمولا، انا الكيك والجماعه دول التشيري، ولازم لما اسمح لحد يتكلم وهيقول لي حاجه لازم تبقى المواصفات دي موجوده فيه، وبعد كده كمان في الاخر انا اللي بمضي تحت، مش الناس اللي حواليا. ممكن اسال حاجه؟ نعم يا محمد. قبل ما تسال بس يا محمد معلش، من دقيقتين ثلاثه في حد tried to unmute themselves عشان يشير I think قصته زي ما طلبنا وبعدين بس انا مش عارفه مين. فللشخص اللي حاول يعمل انميوت بس قولوا لنا او تايب ان هنا واحنا عادي. يبقى raise your في عندنا option raise your hand. We would be very happy to او اكتبوا يعني لو ما عندكوش الاوبشن ده مش باين على التليفون او اي حاجه اكتبوا بس انه I would like to share وهنقول لكم بليز الميكروفون معاكم. ان في حد كان بيحاول مها في حد بيقول ازاي هي مها بس انا ما عنديش a platform for typing for some reason ف I raised my hand or I'm عملت okay. like emoji. طيب انا I have a question regarding the six basic needs. كان في very very interesting part Nivo highlighted last time في اليوتيوب بتقول ان ال percentage of each one of them حسب ما بي vary بحسب الشخصية. يعني في حد ال certainty at the stage of his life or her life عالية شوية. Some other stages the gross need would be أعلى and so forth. فال percentage of each of them would constitute the personality traits أو خصائص الشخصية بتاعت كل حد. Which is very, very interesting. And I think for me, that was the something that needed beautiful reflection. Because we know ourselves في behavioral patterns كده. لكن نقعد نحلل and to the root in the behavioral patterns دي. That passion about certainty or uncertainty or growth. That كانت kind of very, very interesting part. سؤالي بقى. For a successful relationship, لازم six needs دولة يكونوا موجودين حتى لو بنسب مختلفة. يعني مثلا numerically لو حد في مرحلة من حياته the growth is very very important. Somebody مثلا going a spiritual level of awareness عالي شوية في مرحلة. فال growth is taking good portion من the passion. The partner may not go hand in hand أو maybe growing in a different direction. يعني the growth اللي بيحصل لone partner في ناحية مثلا maturity learning وgrowth بيحصل للother partner spiritual for instance. They are not enabling each other per se بس مش hindering each other's growth. ف is this an area of development to have a dynamic healthy relationship? مها thank you very much. في هنا حاجتين. انتي السؤال اللي كان جه من شوية هل الستة دول نقدر نبقى ندخل فيهم كاحتياجات في العلاقة بتاعتنا مع نفسنا، ثم في فرق بقى بين الستة نيدز في علاقتنا مع الآخر. فالستة الأولانيين في علاقتي مع نفسي زي ما انتي بتقولي أنا مركزة أكتر into my spiritual growth into كذا كذا كذا، كلام جميل جداً. هنا بقى لما اجي اقول علاقتي مع الاخر، الجروث مش لازم يكون بنفس في نفس الاريا اللي انت بتتكلمي عليها. انا بتكلم على الجروث في الشخصيه. يعني مثلا احنا انا كنت مور كده السنه اللي فاتت احنا this is where we were in the relationship because we worked on الخمسه اللي فوق. الجروث بيحصل الجروث في تطوير العلاقه بين كابلز او اصحاب او وات ايفر لما احنا نبقى شغالين على لما نيجي نقول زي ما انا قلت بنمسك اي كابل ونقول لهم تعالوا انتوا الاثنين بصوا من ناحيتكم قولوا لي ايه هاو العلاقه النيدز دي مات في العلاقه مش بينك وبين نفسك.
ازاي العلاقة؟ لا ده انا عندي certainty في العلاقة من ناحية البني آدم ومتطمنة واحنا secure وسيف وكل الكلام ده. الانسرتينتي لا مش قوي لان ما بنعملش حاجات كده فيها تغيير وفن وgoing out of the box, فدي area of improvement. love and connection موجودة بالنسبة قدي, لا ممكن نشتغل عليها ونحط more actions to meet that need, لان كل الاكشنز دي كل الneeds دي emotional states, عشان اوصل لها هتستدعي actions اخدها. فأنا لما أجي أبص على الستة دول, لو أنا جيت في علاقتي مع محمد ابتديت أشتغل على certainty والconnection بتاعتنا, ابتديت أشتغل على uncertainty والfun والexcitement وgoing out of the box في العلاقة, لو اشتغلنا في دوت أكيد هنعمل العلاقة بيننا love and connection هتبقى يعني في مرتبة تانية. significance, how do I feel that I matter في حياة محمد ومحمد بيماتر في حياتي, ازاي ممكن اعمل حاجة beyond myself لمحمد. لما هعمل دوت ده هيخلي العلاقة يبقى فيها growth, هبقى غير السنة اللي فاتت غير السنة الجاية ان شاء الله. فاللي انا بقوله هنا ان احنا الستة دول بيشتغلوا في المنطقة اللي انت اتكلمتي فيها يا مها على علاقتك بنفسك, ان انت بني ادمة مركزة مع نفسك وفي awareness وبتغيري وبتطوري وبتكبري, ومثلا في شغلك مش عارفة ايه كل ده بقى حطيه على جنب, تعالي بقى نقيم علاقتك بالبارتنر بالستة needs. ده موضوع تاني خالص. لا very interesting. وهنا واللي هيحكم لو في conflict في حتة الgrowth هنلاقي بقى حتة contribution, أنا هحط فين شوية مجهود زيادة beyond, لكن إزاي أضبط العلاقة between the I and the us. Does that answer your question? Makes very good sense. Thank you. إيه رأيك في علاقتنا يا محمد؟ علاقتنا تصلحت؟ احنا شغالين عليها اهو, احنا لا عاملين شغل رهيب. ده محمد انت كنت محمد انت كنت عايز تسال سؤال وبعدين في سؤالين جايين في الشات فجوه فضول بس, لانه بحس انه جزء كبير من التعلم عموما هو النوليدج شيرنج, او ان احنا نعرف احنا فين من بعض وان احنا مش لوحدنا وكل هذا الكلام الجميل. فعلى حته الفاليديشن او السيلف وورث دي عشان اعتقد دي مهمه قوي قوي قبل ما اصلا نحاول نعمل اي حاجه, محتاجين نركجنايز بس ونأكنولج نبقى عارفين احنا فعلا فين من المرحلة دي, هل احنا عندنا نقص في الاعتماد على نفسنا والفاليديشن جاي من عندنا, ولا احنا تمام محتاجين على نشتغل على كوميونيكيشن او اي كانت التولز التانية اللي اتكلمنا عليها. فاللي بقترحه ان احنا في الشات هنكتب بس حاجتين ورا بعض, برسنتج اول واحدة الفاليديشن جاي من عندي والتانية الفاليديشن جاي من برا. فانا مثلا كما عندي واحد عنده ممكن يكون عندي awareness كويسة وعارف نفسي كويس قوي, هبقى مثلا 80-20 فده انا, ممكن حد تاني يبقى العكس وهكذا وهكذا وهكذا. عندي بس فضول اشوف من الناس هم فين في المرحله دي, نص ثانيه كده من الاورنس نشوف مع بعض هل هيبقى في انتراكشنز ولا. يلا يا ايتن يلا شير شير, عايزين شير انا كمان. يلا يا ايتن بقى انا لنفسي لا ولا نستنى نشوف كل واحد هيرد يقول ايه. يلا يا جماعه محمد سالكوا سؤال. طيب اول حاجه while we're taking the numbers عايز اقول thank you لمها for your interaction, ولو في اي حد تاني حابب interact معنا ويسال سؤال او يدي فكره او عايز توضيح او اي حاجه عن موضوع الحلقه اللي فاتت please let us know, وفكروا في البرسنتج بتاعكم وقولوا لنا curious to see كده الارقام فين. انا هو توقع 70-30 نادين 40-60 هايدي 80-20 interesting. كان في سؤال بيقول احنا لسه في الارقام هنرجع لها بس while everybody's thinking. انا هعرف زينب بتسال انا هعرف منين ان انا connected to myself بطريقه صح. بالضبط السؤال دوت زي اللي اعرف منين ان انا بحب. لما هتحبي هتعرفي ان انت بتحبي, لما هتبقي connected to yourself you feel home you feel comfortable you're just like هتبقي كده عندك احساس بالامان ان انت هتبقي بتقدري تاخدي actions بتاعت risk. كل دوت بيحصل لما ابقى انا عارفه نفسي. في برنامج اسمه Unleash Your True Self
موجود على الويب سايت عندي nivoforlife.tv. دوت من البرامج اللطيفة جدا اللي بتخلينا نعرف ونفهم العلاقات اللي حوالينا، نفهم قصة الأبروفل، نفهم رأي الناس وإزاي شايفيني وأنا شايف نفسي إزاي، نفهم أول ما بوصل لنقطة الترو سيلف ببتدي أعرف أحدد أهدافي ورحلة التغيير، الأربع مراحل بتوع التغيير اللي إحنا دايما بنشتغل عليهم في الكوتشنج اللي هي من الدودة للفراشة. أول مرحلة the meltdown، الفراشة عشان تبقى فراشة من الدودة مش بتركب جناح جوه الشرنقة، دي بيحصل لها بتسيح، بتبقى شربة دود تتحول بعد كده الـ DNA of فراشة. ده في احنا في حياتنا في البني أدمين ايه ده بيحصل ازاي؟ ان انا ببتدي اتعرف على الليميتيشن بتاعتي، بعرف ايه اللي زنقني في حياتي، ايه افكاري عن نفسي، ايه افكاري عن الناس اللي قدامي، ايه افكاري عن الحياة، فأفك التايز دي اللي ربطاني في الأرض. دي أول مرحلة. بعد ما بنخلص مرحلة الملت داون ديت وليها أدوات عشان نفهم الكلام ده، بندخل في مرحلة تانية اللي اسمها دريمينج أند سكيمينج. تبتدي الفراشة وهي جوه بقى الشرنقة تحلم بحياة الفراشة برا الشرنقة، الدنيا هتبقى شكلها إزاي، هعمل إيه، هبقى مع مين، هعمل إيه في حياتي. بعد كده تيجي بقى المرحلة اللي احنا بناخد فيها الأكشنز، نخبط الشرنقة عشان نطلع لبرة، ودي بتبقى جزء متعب في الرحلة لأن وانا بحلم كده جزء لذيذ قوي، بس يلا بقى عشان الفراشة تخرج لدنيا وتبقى فراشة لازم تحطم الشرنقة. ولما ساعدوا الفراشات ان هم من برة ان احنا نفتح لهم، حصل حاجتين، ان هم بقوا مضعاف وماتوا على طول او ماتوا في البروسس، لان الفراشة وهي جوه بيبقى الجنيحة بتاعتها فيها مية، فلو عملية المعافرة دي عشان تطلع من الشرنقة بتصرف المية دي فبتبقى خفيفة وتطير، فلو طلعت من غير الكلام ده ما بتعرفش تعيش بره. فعندنا الميل داون، عندنا الدريمينج اند سكيمينج، عندنا بقى الهيروز جيرني واحنا طالعين والاكشنز اللي هناخدها، وفي اكشن صح هنسليبريت ونكمل، في اكشن غلط هنتعلم منها ونكمل، ثم اخر مرحله بقى اللي بنسميها ذا بروميسد لاند، مرحله تحقيق الاحلام. فاللي عاوز بقى يدخل على قصه ازاي اعرف نفسي والكونكشن ومنظومه انا والناس واللي حواليا، Unleash Your True Self من البرامج اللطيفة، ودي من أوائل الحاجات اللي تعلمتها من مارثا باك وكانت يعني ليها إمباكت قوي عليا وعلى كلاينتس كتير اشتغلت معاهم بيها. Would you recommend this program? لا, which program do you recommend after reading your beautiful book? This program ولا واحد تاني right after the book? It depends على على needs. يعني في أول برنامج نزل اللي هو Master the Game of Relationships، في حياتنا ثلاث علاقات مهمة جدا، علاقتي بنفسي، علاقتي بالآخر، علاقتي بالفلوس، كارير والفلوس والحاجات دي كلها. عشان أضبط المنظومة دي برضو هرجع تاني لأول نقطة، علاقتي بنفسي، إزاي أفهم نفسي، إزاي أفهم strength بتاعتي، كل الكلام ده، ثم بقى misunderstanding والmisconception بتاعت اللي قدامنا، ثم علاقتنا بالفلوس، ودي بتقول volumes على علاقتنا بنفسنا. يعني أنا زمان ما كنتش بشتغل، فكنت مثلا داخل في دماغي طالما ما اشتغلتش يبقى أنا ما اشتغلش يبقى مش عارف أجيب فلوس، الكلام ده كله ده كان فكري عن نفسي، وطبعا ده كان بيخليني to play small في حياتي. أول ما اكتشفت أفكاري اللي أنا ما كنتش عندي وعي بيها على الفلوس، إن أنا كنت مثلا رابطة ما بين الفلوس والأعمال الشريرة، الناس بقى الأغنياء بقى مش عارفة إيه وبيعملوا إيه وبيفرتكوا إيه وبيأذوا إيه وبيضيعوا إيه وكلام من ده، فكل ده كانت مفاهيم لازم تتصلح، ان الفلوس لا خير ولا شر، الفلوس انرجي، الخير والشر بيجي من افعال البني ادمين وليس من الفلوس، في ناس معاها فلوس بتعمل بيها حاجات كويسه، في ناس معاها فلوس بتعمل بيها حاجات خايبه، فالفلوس ما هياش ببوظ الناس، لان بالظبط علاقتنا بالفلوس زي علاقتنا مثلا بالبني ادمين، انا كل يوم بقى بحبك يا محمد، لا انت زفت ومزعج يا محمد واخلاقك وحشه وانت هتبوظ لي حياتي، وبعدين اجي بعدها بيومين لا ده انا بحبك وعايزين نبقى قريبين من بعض، فالعلاقه مش هتستمر ولا هتدوم ولا هتكبر، لان يوم بحبك يوم بكرهك، انا عايزاك لا ما بحبكش،
ففي لما بيبقى عندنا أفكار سلبية على الفلوس بتخلي علاقتنا بيها مش منتظمة. الكارير بتاعنا أنا هكريت فيه إنكم، فلازم تبقى الكلام ده مفهوم. كمان من المناطق التانية اللي أنا كنت اكتشفت أنا بالنسبة لي أنا يعني لما جيت صلحت كده العلاقة مع الفلوس، إن أنا مامتي كان عندها مصانع وكلام من ده، وكل سنة اتربيت بسمع السيزن ده كان وحش قوي، فاتربيت على there is not enough، فبقيت طول الوقت معين يعني الحمد لله في كتير، بس كنت بسمعها فوانا صغيرة صدقتها وبقيت دخلة بقى في الأوتو بايلوت. لما كبرت بقيت أوتوماتيكلي بفكر there is not enough، فقعدت بقى أفهم علاقتي كانت بالفلوس إيه. بقول لنفسي أنا عشان ما اشتغلتش يبقى أنا ما أعرفش أجيب فلوس، أنا there is not enough، أنا الفلوس بنت هرمة ببوظ أخلاق الناس. فI had to understand أفكاري على الفلوس وتصلحها عشان علاقتي بقى نتصاحب بقى وتيجي بقى تنزل عليا كده ذهب ذهب ذهب. لازم نفهم قصة. تمام جميل. أنا مش عارف أنت شايفين الريزلتس ولا لأ. ايه بقى رد يا جماعه، في بول كويستشن المفروض طلع لكم بوب اب كده. معظم الناس ردت 50 60 40 75 25. فريتا بليز شير بابليكلي. شير ايه؟ ايه يا اولاد؟ هي كانت بعتها لي انا البرسنتج بس رجعت بعتت. اوكي ات ورك اي ثينك اتس 50 50 بيكوز اي كير اباوت كلاينت ساتسفاكشن. حلو قوي قصه الكلاينت ساتسفاكشن دي. قول لنا رايك يا محمد وايتن وانا اقول لكم بعد كده. ماني في المرحله بقى اللي احنا بنيجي فيها على نفسنا عشان حد دي احنا بنتهان بقى، ما احنا عشان كلاينت بقى وعشان مش عارف ايه وعشان كذا شغل بقى محتاجين بس فنبص على نفسنا في السكه. يعني لو احنا مقتنعين ان احنا بنعمله ده صح او انا بعمل كده عشان حاجه معينه تمام، بس ما نضحكش على نفسنا. يعني انا عارف ان انا لو هتخلى عن حاجه او هغير رايي او هتكلم بطريقه مختلفه عشان حد معين ده غالبا هياثر عليا ويخليني متضايق، فدي حاجه محتاجين نبقى عارفينها اكيد. فدي مش فلكسبيليتي اعتقد دي. انا لازم الواحد يعرف when to say no. يعني في حاجات كده زي ما بيقول دايما choose your battles، في حاجات كده ممكن تفوتي هتحسي مش فارقه معايا قوي حتى لو الراي مش هتاكل في نفسيتي، بس في حاجات الواحد لا you put your foot down and you say no. وحتى if you feel you might lose something بس انه you have to stay true to yourself شويه. ما ينفعش الواحد يغير من الايدنتيتي بتاعته في الشغل ايا كانت شغلك او شغلك ايه، بس لو ده هيأفكت الايدنتيتي ويخليني انا miserable يبقى لا I will put my foot down واقول لا. طيب انا في عندي حاجتين هنا عايزه اقولهم بقى في قصه ال 50-50 بالذات في الشغل. اول حاجه لو انا بعرف اكوميونيكيت رايي بشكل يوصل اسهل هحل 80% من المشكله دي، لان لو انا في اختلاف بيني وبين الكلاينت ومش عارفه اوصل واي واوري ده بشكل واضح ده هيزود من المشكله فهيخليني اسكت اكتر. فكوميونيكيشن از ا كي فاكتور في القصه دي. تاني حاجه مره كنت بسمع ستيف جوبز وبيتكلم على بقى قصه الكلاينت عاوز ايه ومش عارفه مين، قال لك انا عارف اكتر من كلاينت هو عايز ايه. But when you know that and you know how to communicate it you become the authority in the relationship وبتخلق trust في ان الكلاينت قدامك يصدقك. But the more you are not really firm و clear و communicating و building the trust the more هتبقي شاكي او هتبقى شاكي the more the client مش هيشك فيه ويتمسك برأيه لانه شايف ان رأيك ما هواش supported ولا valid. لو انا شكيت في نفسي ونزلت عشان رأي الكلاينت هيشوف ان دوت عدم ثقة في نفسي فمش هيثق فيا وده هيكبر الconflict. فهنا my trust in myself and the way I communicate my message to my client is the way to نظبط منظومة العلاقة مع الكلاينت. Does that make sense يا جماعة؟ تماماً 100%. 30% قالوا إنه بيشوفوا self worth من الغير مش من نفسهم. That's a high percentage. لا It's very high. هل في percentage بتاعت مش كل الناس كانت مستريحة إن هي تقول فعشان كده يمكن
النسبة بقت الأعلى في الحتة الأحسن. طيب أنا عايزة أقول بس حاجة علشان إحنا فاضل لنا بالظبط 6 دقايق وزوم هيقفل علينا عشان أنتوا عارفين it's a one hour. ف I think we need to wrap up. والحلقة الجاية هتنزل إمتى يا أيتن؟ على الأسبوع الجاي إن شاء الله. والتوبيك بتاعها إيه؟ مفاجأة. مفاجأة؟ هنتيزت على إنستغرام لسه. أوكي. Alright. طيب. أفندم؟ لا كنت بشوف بقرأ الأسئلة. Go ahead. Go on. طيب. Last كده wrapping up محمد. أنا لسه يعني بقرأ الحاجات. أعتقد النسبة اللي طلعت يعني أسيوم الناس اللي معانا عندها كمية عالية قوي من الأورنس ودي حاجة جميلة جدا. 85% ده رقم كبير قوي. أنا شخصيا كنت الناحية التانية تماما, يعني برضو الجورني بتاع كان فيها الناحيتين بصراحة. فكان في الحتة بتاعت التوهان وأنا مش عارف أنا مين وبتاع, ودي اللي خدت وقت أكتر وبعد كده وصلت الناحية التانية. لو الناس اوريدي في المرحلة دي محتاجين بس نبقى أورنس في حتة طب هو أنا بقى عايز إيه من الناس. فالست حاجات اللي قدامنا دول مجرد ان احنا بس كتبناهم ونبص عليهم على طول وتشيك بوكس كده في كل ريليشن شيب الدنيا تبقى اسهل بكتير قوي, وهنعرف احنا معتمدين على الناس قد ايه وهل ده هيلثي ولا لا, مين الناس اللي نقطعهم من حياتنا, مش لازم نقطعهم بس يعني ايه الحاجات اللي انا هبقى احسن من غيرها. فدي اكسرسايز كل واحد ممكن يعمله لوحده. انا شايف ان صحابي او صاحبي الفلاني ده مش بوزيتيف او مش حاجه كويسه قوي في حياتي, محتاجه اقلل اعتمادي عليه وهكذا وهكذا وهكذا. طب نقطة بس عايز أسألك, عايز أقول لك حاجة هنا يا محمد, معلش سوري إن أنا قطعتك علشان بسمع ده كتير قوي, فكرة لا فلان ده نيجاتيف أنا هقطعه, فلان ده نيجاتيف. بس ساعات بلاقي كتير إن أنا ميرورينج النيجاتيفيتي دي, إن أنا يعني مرات مش شرط إحنا لازم الأول يعني اللي أنت بتقوله I totally agree, بس لازم نعمل شوية اختبارات أتأكد إن أنا ما فيش نيجاتيفيتي طالعة من عندي, لأن مرات إحنا بنبروجكت. ودي اسهل حاجه اني اقول فلان نيجاتيف انا هبعد عنه. بسمعها كتير وبشوفها كتير من ناس هم نفسهم فيري نيجاتيف. ما بقاش دراما كوين وانا اروح اشتكي من الناس يعني. بالظبط. فقبل ما زي ما اشم بقى ريحه الناس اشمشم في نفسي الاول, اضمن ان المنظومه هنا نظيفه, وبعد كده ابتدي اخلق لها الانفايرمنت النظيف. لكن بس بشوفها كتير, لا ده الناس دي باد انرجي, بسمعها كتير. انت عارف طبعا الحاجات دي اوفر يوزد اليومين دول ويوزد من ناس مش يعني بتستعمل الفاظ وحاجات كده اوفر يوزد بشكل كوميرشال شويه. ف I just wanted to كده ان احنا نستريس على البوينت دي قبل ما اقول ان فلان ده سلبي. فعلا الناس السلبيه لازم احجمها, وفيها مراحل, لان في ناس مثلا في عيلتك قريبين قوي, فدول ازاي هتظبط نفسك. انا خلاص ده مثلا بدل مش هبقى اشوفه كل يوم هقلل الكونتاكت معاه, ده انا فرضت ان فعلا انا كلين والحكايه طالعه من هناك. فعلى حسب العلاقات, في ناس ممكن مثلا ممكن اقطعهم خالص, بس في ناس مش هعرف اقطعهم. فازاي هرجوليت الكونتاكت بتاعتي معاهم, ازاي هتكلم مع نفسي واحضر نفسي قبل ما اشوفهم, ان اللي بيقولوه ده رايهم, ان دي رحلتهم ومش انا لا عايز اغيرهم ولا عايز ارائهم مش عارفه ايه. فازاي انا هحضر نفسي في الفترات الانترفلز القصيره اللي هضطر ابقى متواجد فيها مع ناس فعلا سلبيه. تمام. Thank you very much. يعني طبعا هو الموضوع اصلا كبير, ولو فضلنا نتعمق فيه اكتر يعني we need way more than an hour. I hope ان احنا نكون we covered كل الكورنرز المهمه وردينا على اسئله وعملنا يعني it was nice interaction. Thank you for everyone, لكل الناس اللي حضرت معنا النهارده, و expect ان شاء الله episode 3 تنزل right after the weekend, وبعديها كمان هيكون في live. ف stay tuned for the episode with live, و please next time بقى فرجوا الحلقة كلها قبل ما تخشوا معنا لايف. Thank you so much, Aiten. Thank you, Muhammad. Thank you so much, Jim. Thank you. Thank you. نشوفكم مرة تصبحوا على خير كلكم.